دلوقتي احنا لازم تعالى نبدأ في أول تجربة خالص عندنا في معمل اتصالات، وأصلا دي تعتبر نوعا ما نظري، ودي بتتكلم عن الأوسيلوسكوب اللي احنا كنا اتعاملنا معاه كتير جدا جدا السنين اللي فاتت. دلوقتي ببساطة المفروض يعني احنا نكون عارفين أصلا احنا ايه محتاجين الأوسيلوسكوب ده. دلوقتي تخيل إنك انت مثلا عندك ويف معينة عايز تعرف الشكل بتاعها، هي بتتغير ازاي كامبليتود ساعتها مع التايم او مع الزمن. يعني مثلا سي ان دلوقتي انا عارف مثلا بيكون عندي محور بالشكل مثلا ده، ده مثلا محور التايم بتاعي مثلا، وده محور الفولتج. سي مثلا دلوقتي عايز اعرف شكل الويف اصلا الطلعه دي، مثلا حاجه بالشكل ده او مثلا حاجه بشكل تاني جاي مثلا من كوكب بلوتو، يعني عايز اعرف الشكل وخلاص. فبالتالي ساعتها بلجأ للجهاز بتاع الاوسيلوسكوب، وده بيكون يعني على فكره يعني مفيد جدا جدا، وحتى طريقه يعني الشغل بتاعته ان شاء الله ما فيهاش اي مشاكل. وده سؤال حلو جدا ممكن يتساعد ان شاء الله في الامتحان الشفوي، وحتى تركاته يعني مش اللي هي يعني ايه حاجات من الديب ويب يعني وكده. احنا ممكن ساعتها ببساطه نفكر في الاوسيلوسكوب ده على انه فولت ميتر، ساعتها حاجة بتقيس لي الفولتج، وفعلا اصلا ده فعلا اللي احنا عايزينه دلوقتي. احنا دلوقتي زي ما قلنا عايزين دلوقتي مثلا نجيب حاجة كده بتعمل لي حاجة زي بلوت كده مثلا او جراف ما بين الفولتج ساعتها والزمن. حلو جدا. طب ايه اصلا الفكرة الاساسية اللي اصلا الجهاز الجميل ده شغال عليها؟ فكرة عبيطة جدا جدا كنا خدناها في اعدادي هندسة، وكنا برضو عدنا عليها في منهج الفيلد مع دكتور محمد مختار يعني في الترم الاول. نفرض جدار واحد عمل لك دايره بسيطه جدا جدا بالشكل ده، تحس ساعتها جاب لك تو بليتس قصاد بعض بالشكل ده، وقال لك ساعتها ان انا هحط بطاريه مثلا او فولتج ايا كان عاملها ساعتها ابلاي ما بين التو بليتس دول، سواء بقى ببطاريه ولا باي حاجه اصلا تانية، فولتج والسلام. ساعتها هلاقي مثلا سين هنا بقت البليت دي ساعتها حاجه بالشكل ده، ودي مثلا بقت سالبه بالشكل ده، بحيث ساعتها المفروض اللي هيحصل لي ساعتها المفروض ساعتها هيكون في electric field، ساعتها هيطلع لي من الموجة بيروح ناحية السالب. يعني المفروض ساعتها يكون في electric field ساعتها بأمانة الله كده بالشكل ده، وساعتها ممكن أقول إن الأسهم بتاعته بالشكل ده يعني من الموجب للسالب زي ما كنا متعودين من أيام إعدادي هندسة يعني. طيب وكنا خدنا بقى إزاي نحسب الإلكتريك فيلد ده باستفاضة لحد ما زهقنا. نفرض بقى جدلا إن جالك واحد وجاب لك الكترون مثلا بالشكل ده، او مجموعة الكترونز مثلا beam of electrons، شعاع من الالكترونات ساعتها، والشعاع ده ساعتها مشيلك هنا، وطبعا فوت ساعتها ان اشارته ايه سلبة عشان مجموعة الكترونز مع بعض ساعتها، فكده اشارتهم سلبة. هتلاقي ساعتها ان هو اول ما هيعدي هنا ايه اللي هيحصل ساعتها؟ المفروض ساعتها ان هتتولد فورس نتيجة لوجود ساعتها الالكتريك فيلد اللي عندي، بحيث ساعتها ان الفورس دي كانت بتساوي ايه بقى، كانت بتساوي لي التشارج بتاعت الالكترون مضروبه في ساعتها في الالكتريك فيلد بتاعي. ولكن بقى ساعتها الالكترون ده تلاقي ان هو لما يمشي لك هنا ساعتها هيعوز ساعتها ان هو يهرب من السالب ويروح ناحيه الموجب ساعتها، عشان تعرف ان الاشارات المتشابهه بتبعد عن بعض، ساعتها هينحرف مثلا بالشكل ده، هيحصل له ديفلكشن او انحراف، بحيث ساعتها ان الديفلكشن ده بيزيد كل اكيد ما الفورس زادت. وبرضه احنا كنا عارفين حاجة مهمة جدا جدا برضه، انها كل ما بزود الفولتج كل ما بزود الالكتريك فيلد، وكل ما زود ساعتها الفيلد كل ساعتها ما زود الفورس يعني زود الديفلكشن. يعني ساعتها ممكن استنتج اول حاجة بس نكتبها كده على جنب، يبقى كل ما الفولتج ديفرنس بيزيد الديفلكشن ديسبيسمنت او ازاحة الديفلكشن بتزيد برضه. دي أول ملحوظة. تاني ملحوظة، تخيل إنك أنت عكست البولاريتي، يعني تخيل بقى الموجب كأنه هنا والسالب بقى هو هنا حاجة بالشكل ده، هتلاقي ساعتها اللي حصل لك هتلاقي إن ساعتها الاتجاه بتاع الانحراف انعكس، يعني ساعتها بقى كأنه هيمشي لك هنا. يعني ساعتها ممكن أقول برضو إن لما ساعتها البولاريتي تتغير الاتجاه بتاع الديفلكشن بيتغير، ساعتها ما كان يمين بقى شمال وكده يعني. اهو ببساطة ممكن اقول ساعتها ان هي دي الفكرة الاساسية اصلا ورا الجهاز بتاعي، مش عايز اعرف حاجة اكتر من كده.
كل جاي اصلا يعني هتعتبر حاجات زي رتوش بس كده على الفكرة الاصلية بتاعتي. حلو جدا لحد هنا. عايزين بقى نعرف الرتوش اللي ساعتها فعلا هتضمن لي الحمد لله ان الجهاز ده فعلا هطلع على السكرين بتاعته برسمة حلوة جدا فعلا بتعبر لي عن الفولتج بتاعة الشيء اللي عايز فعلا اجيب الفولتج بتاعته ساعتها، واشوف معدل تغير الفولتج بالنسبة للتايم ساعتها وقيسها والكلام ده كله. بعد ما فهمنا حضرة الفكرة الكبيرة دي ساعتها بقى عايزين كده نتخيل مع بعض اصلا هي الدنيا في الجهاز ده ماشية ازاي. نتخيل سؤال دلوقتي مثلا عندي حاجة بالشكل ده اللي ساعتها الشاشة بتاعة الاوسيلوسكوب يعني، ونتخيل حاجة تانية يعني هي ساعتها في حاجة بتديني شعاع الالكترونات بتاعي. فدلوقتي انا هسمي البتاع ده على ان هو مسدس الالكترونات ساعتها الكترون جان، يعني ساعتها كأنه فعلا هو ايه اللي فعلا بيطلع لي الالكترونات بتاعته. طب ده اصلا بيطلعها ازاي ساعتها؟ كل حكاية المفروض ان انا بكون مشغل الاسكوب ده اكيد طبعا بفيشة، انت حتى اصلا في المعمل حاجة بتاعتك ساعتها انك انت بتحط ساعتها الفيشة بتاعت الاسكوب يعني في الحيطة. فدلوقتي البار اصلا دي برضو هي اللي بتشغل لك الجان بتاعك او المسدس بتاعك. حلو جدا. ممكن بقى ساعتها باستخدام بقى النوبس ساعتها او البكرات اللي على الاسكوب ساعتها اتحكم في شدة الاضاءة او شدة ساعتها الالكترونز، واتحكم مثلا في الفوكسنج بتاعها، يعني مثلا لما تخبط على الشاشة تظهر لي مثلا كأنها نقطة كبيرة ولا مثلا نقطة اصغر ولا مثلا حاجة اصغر فعلا، عن طريق بقى الفوكس ساعتها والانتنسيتي وكده. لكن الكلام ده لسه ان شاء الله في الاخر كده نبقى نشوفه، عشان دي كلها اصلا حاجات ايه تعتبر هبلة. طيب لحد هنا كويس. المفروض بقى ساعتها ان بيكون عندي سكرينة معينة، دي بقى ساعتها مصنعة من مادة فسفورية بحيث ساعتها اللي لما تخبط فيها شحنة تنور لك. فدي ساعتها مصنعة من ايه؟ من فلوريسنت سكرين، بحيث ساعتها انك انت لما تخبط فيها مثلا بتشارج معانا ساعتها تنور لك. فساعتها مطرح ما الالكترون بتاعك يرزع في السكرين ساعتها هتعمل لك حاجة زي وميض كده مطرح ساعتها ما الالكترون خبط. تمام، يعني حد هنا كويس جدا. طيب دلوقتي المفروض يكون ساعتها في شعاع كده طالع بالشكل مثلا ده. طبعا ساعتها المفروض ان في الحاله الايديل ساعتها ان الشعاع بتاعك يطلع كده ويفضل ماشي في ستريت لاين ساعتها لحد ما يخبط في السكرين ساعتها تقريبا في نصها، يخبط ساعتها نص السكرين يعني. طيب ولكن دلوقتي انا عايز ايه بقى ساعتها؟ انا عايز ساعتها ان الالكترون جان ده ساعتها يتغير لي بتغير الفولتج، بحيث ساعتها ان هو ينحرف لي بتغير الفولتج، سواء بقى تغيره كمقدار يعني فساعتها مثلا ينحرف مثلا سنتي 2 سنتي 4 سنتي 6 سنتي مثلا حسب قوة الفولتج اللي داخلاله، وتاني حاجة انه يغير اصلا اتجاه الديفليكشن او الانحراف تبعا اصلا للبولاريتي بتاعة الفولتج اللي داخلاله، مثلا فولتج موجبة ولا سالبة. فجالك واحد قالك احنا دلوقتي نعمل ايه بقى؟ نعمل نفس الفكرة اللي احنا كنا عملناها اللي فاتت دي. ساعتها اجيب حاجة زي تو بليتس كده او صفيحتين انجاز التعبير، واحطهم مثلا بالشكل ده هنا، تخيل كان في صفيحتين مثلا بالشكل ده، بحيث ساعتها الالكترون كانه ايه بيرزع ما بينهم بالظبط. وساعتها هاخد طرف من هنا وطرف مثلا من هنا، وساعتها اعتبر كان هما ساعتها بدخلهم الفولتج اللي انا ساعتها عايز اقيسها فعلا. شوف بقى جاي من ايه بقى، جاي مثلا من دايره انت عملتها، جايه مش عارف مثلا من اي حاجه، شوف انت عايز تقيس انهي فولتج اصلا، وفي الاخر بتدخلها على البليت دي. فبيسموا البليت دي على انها البليت الرأسية، عشان ساعتها بتكون كأنها ايه واحدة فوق وتحت ساعتها تحت ساعتها، فكده اتنين مع بعض عاملين اتجاه رأسي ساعتها بالشكل ده. حلو جدا لحد هنا. دلوقتي عايزين كده نتخيل ايه اللي هيحصل ساعتها لما فعلا ادخل الفولتج انا عايز ادخلها ساعتها علشان فعلا اوصفها على السكرين بتاعتي. دلوقتي مثلا سي ان انا عندي حاجه عايز اقيس مثلا الفولتج بتاعتها، عندي مثلا سورس معين، حاجه كده معينه ساعتها مبهم عايز اقيسها بقى حسب بقى الابلكيشن بتاعك سورس اهو، وعايز ساعتها ان انا العب فيه بقى ساعتها واشوف الفولتج فعلا خارجه منه. هنتخيل كده كاننا رسمنا السكرين ساعتها من المنظور بتاع السايد فيو، فالمفروض ساعتها ان يكون شكلها حاجه كده يعني.
المفروض يعني حاجه بالشكل ده، بحيث ساعتها المفروض ان ايه الالكترون بتاعي المفروض ساعتها ان الالكترون جام بتاعي بيرزع لي البيم بتاعي في النص بالظبط. طبعا دي بتكون اعرض شويه لو احنا جوه شفنا الاوسيلوسكوب يعني في المعمل، وبتكون شكلها حلو، ولكن بس دلوقتي عايزين بس نتخيل الموضوع. دلوقتي المفروض انت الالكترون بتاعك اصولا بيخبط هنا على طول. تخيل بقى ساعتها انك انت حطيت فولتج ناحيه البليتس الرأسيه، هتلاقي ساعتها كأن الجهاز بتاعك عامل لك شكل حاجه بالشكل ده. بحيث ساعتها تخيل ان الفولتج بتاعتك مثلا هنا طلعت لك سي مثلا 1 فولت، هتلاقي مثلا كأنها طلعت هنا. طب خليها 2 فولت مثلا، هتنحرف اكبر. طب 3 فولت مثلا، هتنحرف اكبر فوق. طب مثلا خليها -2، ساعتها تلاقي كأنها نزلت تحت بالشكل ده. طب مش عارف -3 كده، فتلاقي في الاخر ان كل شوية البيم بتاعك ده بيطلع فوق وينزل تحت، بيطلع فوق وينزل تحت. دلوقتي انا عايز بقى اخليه يحدف يمين وشمال، بحيث ساعتها فعلا يعمل لي شكل كده محترم فعلا، والشكل ده يكون بدلالة الزمن. طب اعمل الكلام ده ازاي بقى؟ الموضوع سهل جدا، مفيهوش اي حاجة اصلا. وعلى فكرة اصلا يعتبر حرفيا ان التجربة دي تجربة حكاوي اصلا ورغي، يعني حتى دي ما فيهاش اصلا اي حاجة، لان اصلا كده كده احنا عارفين ان كل المعامل بعد كده كنا اصلا بنستخدم فيها الجهاز ده. لكن بقى كوني ساعتها نعمل تجربة خاصة بالجهاز ده، بس ما فيش حاجة اسمها الكلام ده. احنا بس اصلا هدفنا من التجربة دي اصلا ان احنا فعلا نكون عارفين الجهاز شغال ازاي وكده، لا اكثر ولا اقل. ولكن جالك واحد قالك مش ممكن الفولتج اللي خارجه من السورس اصلا تكون ضعيفه؟ يعني انت ساعات في المعمل اصلا حرفيا من غير مبالغه ممكن تقيس مثلا حاجه في حدود مثلا 20 ملي فولت، او مثلا 10، او مثلا خليها مثلا 100 ملي فولت، حاجات صغيره جدا جدا جدا، فاصلا مش هتبان لك على السكرين يعني كازاحه كبيره. انت بقى كنت في المعمل بتعمل ايه ساعتها؟ كنت بتلعب في النوبايه او البكره بتاعه الفولتج بير ديفيجن ساعتها عشان تكبر الفولتج، ساعتها فعلا تقدر تعد صح. طب الكلام ده بيتعمل ازاي؟ ازاي انك انت تكبر الفولتج دي؟ بديهيات يا عم، وانت عشان تكبر فولتج في عالم الالكترونيكس وكده محتاج انك انت يكون عندك امبليفاير في حاجه بالشكل ده. دلوقتي ساعتها الانبوت بتاعي بدخله اهو مثلا، وهنا عندي الامبليفاير بتاعي ساعتها اللي المفروض ساعتها بيطلع الفولتج بتاعته على البليتس بالشكل ده ساعتها. فالمفروض بقى ساعتها فعلا ايه، لو انا عندي فولتج قيمتها صغيره جدا جدا ساعتها ممكن فعلا اعملها امبليفيكيشن، وفعلا بقى ساعتها اشوفها بشكل احسن وبكميه ديفيجن ساعتها او تقسيمات اكتر على الشاشه، فساعتها بقى فعلا تكون حساباتي وقراءتي يعني اكيوريت لحد هنا كويس. ولكن ما تنساش اصلا برضو انك انت عايز ان البيم بتاعك ده يتدحرج يمين وشمال. طيب عشان يتدحرج ساعتها يمين وشمال، فانت محتاج بليتس تانية ساعتها تخلي لك البيم بتاعك يتحرك يمين وشمال، فانت محتاج بلاتا هنا ومحتاج بلاتا هنا، محتاج هوريزونتال بليتس ساعتها او بليتس افقية، دي ساعتها مسؤولة عن ازاحة يمين وشمال اللي ساعتها بعبر عنها بدلالة ان هي التايم اكسس او المحور بتاع الزمن. فهعمل تو بليتس كده قدام شوية بالشكل ده، دول هما ساعتها ال horizontal plates بتاعتي ساعتها فعلا مسؤولة عن الحوار بتاع ال deflection يمين وشمال. طيب ولكن دلوقتي أنا عارف حاجة مهمة جدا جدا، إن عايز ال deflection بتاع اليمين والشمال ده يكون ساعتها حاجة بتعبر لي عن الزمن. طيب عشان تعبر لي عن الزمن ساعتها، فأنا محتاج أكيد حاجة هتظبط لي الزمن ده، يعني بديهيات، يعني لحد دلوقتي كلنا ماشيين في حاجات بديهية. فجالك واحد وفكر لك كده في نيزك، علشان فعلا لما يحل النيزك ده ساعتها يقدر فعلا يعمل لك الحوار بتاع ان اظبط الديفليكشن يمين وشمال ساعتها عشان فعلا يجيب لي موضوع التايم مظبوط. ايه النيزك بقى يا عم الحاج؟ صلي بينا على النبي. نفرض واحد حط انبوت ساين ويف ساعتها، عشان دي فعلا ابسط ويف احنا عارفينها يعني، وفعلا بنعرف نتخيلها كويس. دلوقتي انا عايز الساين ويف لما تترسم لي على الشاشه تترسم لي ازاي؟ حاجه بالشكل ده. يعني ازاي؟ يعني اول حاجة ان المفروض اني اخلي الالكترون جام بتاعي يمشيلي من الشمال لليمين بنفس السرعة بالظبط، بسرعة ثابتة.
لان ساعتها لو السرعه مثلا بتاعته متغيره هتلاقي مثلا هو ساعتها طلع لك حاجه كده ممكن تقول ان هي من كوكب زحل يعني، او احد اقمار كوكب جوبيتر يعني، حاجه كده مش في الارض خالص، يمكن من عالم الجن كمان. هتلاقي مثلا ممكن في الاخر لما السرعه مثلا عمل لك ايه مثلا حاجه بالشكل مثلا ده، اي حاجه بقى من الديب ويب كده. انت عارف انك انت لازم ساعات تضمن ان فعلا يكون، عشان التعبير عن الزمن مظبوط يعني، ان البيم بتاعك يمشي لك بسرعه ثابته يعني، ساعتها كأن البيم يمشي لك من اليمين كده للشمال بالشكل ده. وبرضه عشان واحد يتخيلها بشكل ألطف شوية، تخيل إنك أنت دلوقتي قافل ال plates الرأسية وفاتح بس ال plates الأفقية، فساعتها تلاقي كأن أنت عايز إن حاجة تمشي لك بالشكل ده. لكن ساعتها بقى لو مشيت لك بسرعة مضطربة ساعتها مش هتعبر لك عن التايم بشكل مظبوط للأسف، فهتطلع لك كده حاجة كده زي ايه، ويف ممسوخة مقارنة بالانبوت سيجنال يعني. فدلوقتي أول جزء من نيزك أو أول فردة من نيزك ساعتها، إن أنا عايز إن الحركة بتاعتي تكون لينير ساعتها، أو بطريقة أخرى أنا عايز إن الفولتج أكروس الهوريزونتال بليتس تتغير تغير لينير مع التايم ساعتها. فالتغير اللينير ده ساعتها هيديني فعلا حركة مش مضطربة، هيديني فعلا حاجة زي سبيد كده فعلا منتظمة ساعتها للسويبينج أو للمسح بتاع الشاشة. فساعتها فعلا تعبر لي عن التايم بتاع الانبوت سيجنال فعلا بطريقة محترمة يعني. دلوقتي أنا عايز بوسط علاقة بين الفولتج والتايم تكون علاقة ساعتها لينير، عشان ساعتها فعلا اضمن الحمد لله الحركة بتاعتها تكون كويسة وما تكونش ساعتها ايه مشوهة او ممسوخة مقارنة بالانبوت سيجنال الاصلية. دي اول حاجة. تاني حاجة، تخيل انك انت في الدورة الاولى مثلا رسمت ويف بالشكل ده على الجهاز بتاعك، انت عايز بقى ساعتها ايه، ان السايكل التانية تطلع لك برضو على طول نفس الويف دي من غير ساعتها تأخير جامد. انت حتى لما بتفتح الاسلوسكوب بتاعك بتلاحظ ساعتها كأن هو بيرسم ازاي الويف بتاعتك حاجة بالشكل ده، وبعد كده كأنه بيثبت عليها. وفعلا بقى ساعتها لما بيثبت بقى ساعتها، او حتى لو فرضا جدلا ما ثبتش، تحس ساعتها ان هو ايه كل شوية فعلا بيعمل لك حاجة جديدة بالشكل ده. حتى ساعتها لما دي تمسح ساعتها فورا كده يقوم عامل لك برضو ويف جديدة. لكن هل عمرك شفت ساعتها ان هو بيعمل لك حاجة بالشكل ده؟ يعني ببساطة دلوقتي انا عايز ان الفولتج اكروس البليتس الهوريزونتال دي ساعتها تزيد زيادة لينير مع الزمن، وبالتالي ساعتها تبقى عندي حركة فعلا لينير ساعتها ومظبوطة، بحيث ساعتها فعلا ان هي تكون منتظمة ساعتها، والسرعة فعلا بتاعة السويبينج او سرعة المسح سرعة المسح ساعتها هتكون مظبوطة. فساعتها فعلا كأن الويف بتاعتي يعني ساعتها كأني عايز ايه بقى، كأني عايز ان الفولتج اكروس الهوريزونتال بليت ساعتها تزيد زيادة لينير مع الزمن. ازاي؟ نتخيل دلوقتي ان انا عايز ارسم الويف الداخلي على الهوريزونتال بليتس، فمثلا قلت ان انا دلوقتي هعمل حاجة ساعتها لينير بالشكل ده مثلا حاجة كده، بحيث ساعتها باين جدا فعلا انك انت عند كل حتة من دول علاقة فعلا ما بين الفولتج والتايم علاقة لينير فعلا. ونتخيل برضو تبسيطا للتخيل ان البليتس الافقية الرأسية دي مش شغالة اصلا يعني، ساعتها كأن البيم بتاعها بيتحرك يمين وشمال بس. طيب دلوقتي تخيل ساعتها انك انت بادئ من الصفر ساعتها والبيم بتاعك هنا، انت بتزيد زيادة لينير مع الزمن، وتعرف ساعتها كده كل ما بتزود الفولتج كل ساعتها ما الديفليكشن بيزيد مثلا. فتخيل دلوقتي بقى ان احنا بادئين الرحلة من الاول، تخيل دلوقتي ان انت عند فولتج عندك مثلا بتساوي صفر، فتلاقي ساعتها كده كنت متسنتر هنا مثلا، الفولتج بدأت تزيد، فساعتها الديفليكشن بتاعك هيبدأ برضو يتغير. هتلاقي ساعتها انك انت كل ما تزود فولتج ساعتها كل ما الديفليكشن مثلا او الحرف ساعتها يمشي لك هنا لحد مثلا ما اوصل لهنا،
ولا ساعتها بعد كده ان الفولتج بدأت تقل ساعتها، فكان ساعتها الانحراف هيرجع يقل تاني لحد ساعتها نوصل للصفر، وبعد كده ازيد تاني مثلا واقل تاني، ساعتها كأني بمشي هنا مثلا وبعد كده برجع تاني. فساعتها لاحظ ان انا ايه، بمسح الشاشة بسرعة فعلا منتظمة، وساعتها ما تحصليش اي نيازك في الحوار بتاع ان السرعة بتاعت السويبنج ساعتها مضطربة ساعتها، فمش هتعبر لي على انبوت سيجنال بطريقة مظبوطة والكلام ده كله. حلو جدا. طب يجي واحد مثلا يقعد دلوقتي في دلوقتي مثلا عايز احرك الويف بتاعتي مثلا يمين او الشمال، دلوقتي ببساطة بيكون كده في زرار معين كده بحيث انك انت تغير المنطقة بتاعة الالكترون جام بتاعك قبل اصلا ما يحصل الحوار بتاع الانبوت سيجنال والكلام ده كله. حكاية زي مثلا نوب كده بتقعد تلف فيها مثلا عشان تخلي فعلا ان الفوكس بتاعك يكون مثلا متسنتر مثلا ناحية اليمين مثلا ناحية الشمال ساعتها. فانت اصلا كنت تعمل الكلام ده كله كتير جدا في المعمل يعني. طيب حلو جدا. يعني احنا علشان برضو نحقق فعلا حوار ان السرعة تكون منتظمة، عايزين ايه، ان الفولتج تزيد زيادة لينير مع الزمن. طب ليه؟ اول حاجة انت عايز ان البيم بتاعك يفضل يتحرك لك، صح؟ ايوه. فعشان يفضل يتحرك ساعتها فلازم ان الفولتج بتاعته تتغير، بحيث ساعتها كل ما بتزود الفولتج كل ساعتها ما تزود فعلا ان الديفليكشن ديسبليسمنت او ازاحت فعلا الديفليكشن. اها، يبقى ساعتها انا فعلا عشان اتحرك محتاجة فعلا فولتج بتزيد ساعتها. طيب دي حاجة. تاني حاجة تعايز ساعتها ان هو ايه، ان هو ساعتها الديسبليسمنت دي او السرعة دي ساعتها تتغير لك تغير لينير مع التايم ساعتها، او تغير ثابت مع التايم ساعتها، بحيث ساعتها انا معدل تغير الديسبليسمنت بتاع البيم بالنسبة للتايم ساعتها حاجة ثابتة، فبالتالي ساعتها السرعة ثابتة، فبالتالي ساعتها سرعة المسح ثابتة ساعتها، ففعلا بتعبر عن التايم عن الانبوت سيجنال فعلا بطريقة محترمة. فبالتالي انت عايز ان الفولتج تتغير لك برضو مع الزمن تغير لينير ساعتها. فبالتالي انت عايز ان المفروض انك انت تدخل على الهوريزونتال بليتس حاجه بالشكل ده، حاجه مثلا قريبه من السو توث ويف بالشكل مثلا ده، بحيث ساعتها تلاقي انك انت عند كل منطقه، يعني بس انت عايز ان الهوريزونتال بليتس بتاعتك توصل لها حاجه بالشكل ده، حاجه كده فولتج بالنسبه للتايم مثلا علاقه لينير. دي اول حاجه الحمد لله احنا كنا واقعين فيها كمشكله، لكن ربنا سبحانه وتعالى الحمد لله يعني اوجد لنا حل ليها. طيب نيجي بقى للمشكله التانية. دلوقتي تخيل ان المفروض دلوقتي انت خلاص الحمد لله البيم بتاعك مشي كده من اليمين من مثلا الشمال لحد اليمين وخلاص، اكيد انت عايز ساعتها ان هو يرجع لك تاني عشان ساعتها بقى يعمل لك رسمه جديده، انت عايز ساعتها بقى رسمه كده عايزه يفضل يرسم على طول، فساعتها لازم انك انت تخلي فعلا بعد ما يجيب اخر اليمين خالص يصفر نفسه ويرجع مثلا لاقصى الشمال. يعمل الكلام ده ازاي بقى؟ تخيل كده انك انت خليت الفولتج بتاعتك بعد وقت معين تصغر لك فجأة للصفر. ساعتها ايه اللي حصل بقى؟ كأنك خليت الديسبليسمنت بتاعت الالكترون بيم ساعتها تتغير فجأة برضو، ولكن ساعتها بدل ما كانت الفولتج بتزيد فتخلي بيم يمشي لك من هنا لحد هنا، لا الفولتج هتقل فالديسبيسمنت ساعتها هتقل ساعتها، فتلاقي ان هو ايه بقى يجيب لك ورا بالشكل ده. حلو جدا. الكلام ده كله طبعا احنا ايه شغالين على الهوريزونتال بليتس ذات نفسها وقافلين للفيرتيكال بليتس عشان محدش يتلخبط يعني. يعني ساعتها عايز ان ايه بقى الفولتج بتاعتي تصغر للصفر ساعتها في نهاية كل بيريود بقى ساعتها، وبعد كده بقى الشكل يكرر نفسه عادي جدا بالشكل اللي احنا هنشوفه دلوقتي، يطلع اهو وبعد كده ينزل، يطلع تاني وبعد كده ينزل. يعني ساعتها الحل بتاع المشكلتين دول والنيزكين دول ساعتها عشان فعلا اضمن الحمد لله ان يحصل سويبنج ومسح مظبوط للشاشة بتاعتي، ان فعلا اعمل اجيب حاجة فعلا او دايرة معينة بتطلع لي ويف بالشكل ده، حاجة زي سو توث ويف عاملة زي كده اسنان المنشار، بحيث ساعتها فعلا دي حققت لي مكسبين. اول مكسب فعلا اني خليت فعلا المسح يكون بسرعة منتظمة من اليمين مثلا او من الشمال لليمين، وتاني حاجة ان كل ما الشاشة البيم يجيب اخرها يرجع كده باك تو سكوير وان زي ما بيقولوا ساعتها، يرد في الحافرة كده ساعتها يرجع زي ما كان بالظبط.
فبالتالي حل المشكلتين دول ساعتها يكمن في ان انا عايز حاجه تطلع لي ويف بالشكل ده. جالك واحد قالك احنا ممكن نعمل دايره حلوه جدا جدا تظبط لي الدنيا دي، دايره اسمها التايم بيس جنريتور ساعتها، ودي المفروض دايره بتجنريت فعلا الويف الجميله دي اللي بتظبط لي كل حاجه، وساعتها بقى بدورها بتخش لي على البليتس بتاعتي. ولكن خلي بالك برضو من نيزك تاني، انك انت اصلا ممكن يكون التايم اصلا بتاعك صغير جدا جدا، يعني التايم بتاعك مثلا ممكن يكون في حدود مثلا 5 مللي سكند اصغر من كده، يعني اصلا ممكن يكون الفريكونسي اللي داخل لك كبير جدا جدا، فتلاقي ساعات التايم صغير جدا جدا برضو، فتلاقي ساعات انك انت مش عارف تعرضه على السكرين بشكل مظبوط، فساعتها تحتاج امبليفاير ساعتها، عشان ممكن بقى ايه ساعتها لما تلعب في البكره بتاعت التايم بير ديفيجن ساعتها فعلا تخلي الويف تفرد لك. حتى انت كنت في معمل ساعتها ايه بتفرد الويف مرتين، مره بتفردها ساعتها عشان تشوف الفولتج لو ساعتها محور واي صح، ومرة تفردها ساعتها عشان تشوف الويف على محور اكس صح ساعتها، فتخيل ساعتها هي بتفرد بقى ايه ناحية الاتجاه الافقي ساعتها، فتلاقي فعلا كده شايف ويف مظبوطة مثلا، يعني بدل ما كانت الويف بتاعتك مثلا حاجة بالشكل مثلا ده، لا كانت حاجة مثلا بالشكل ده. فدلوقتي انت عايز بقى horizontal amplifier ساعتها بالشكل ده. طيب دلوقتي هي كده الجنريتور ده ساعتها عشان يعمل لك الويف الجميلة دي هيحتاج حاجة فعلا تحفزه انه يعمل الويف دي، فساعتها ده بيحتاج حاجة تعمل له تريجرينج ساعتها. فانا محتاج ان الانبوت اللي يكون داخل ساعتها الدالة دي يكون عبارة عن بالس بالشكل ده ساعتها. ممكن تفكر فيها كأنها سكوير ويف، ولكن ممكن ما تكونش مثلا سكوير ويف، يعني مثلا ممكن تكون حاجة بالشكل ده مش شكل سكوير اصلا، فاحنا بنقول ساعتها بالس ويف احسن، نبضات ساعتها او موجات نبضيه ساعتها داخلك بالشكل ده. يعني ساعتها محتاج ان انت تحط انبوت بالس ساعتها فعلا في الجينيتور بتاعك عشان فعلا يطلع لك بال السوتوث ويف بالشكل ده، ساعتها فعلا بتعمل لك الشغل بتاع الامبليفاير كله. طيب يعني انت دلوقتي محتاج حاجه فعلا تطلع لك ايه، فعلا تطلع لك البالسز الجميلة الحلوة الكيوت دي، يعني محتاجين تريجر سيركت او دايرة تريجرنج ساعتها. حلو جدا، ده اللي احنا محتاجينه، مش عايزين حاجة اكتر من كده. طب بقى المفروض ان التريجر سيركت دي بيكون فيه 3 مذاهب في التصميم بتاعها، وخلي بالك ان المذاهب دي اصلا كان دكتور مايكل ابراهيم سأل عليها قبل كده في امتحان شفوي سابق، وتعتبر من الحاجات المهمة برضو في كتاب المعمل. اول مذهب ده مذهب لطيف، وهو مذهب ساعتها ال internal trigger ساعتها او التريجر الداخلي، وده منه فيه كده ازاي، يقول لك انا هاخد الانبوت سيجنال بتاعتي الغلبانه دي وهاخد حته منها بعد الامبليفيكيشن ساعتها. طب بعد الامبليفيكيشن ليه ساعتها؟ عشان اضمن ان ساعتها الويف بتاعتي مظبوطه حتى بعد ما ظبطت الفولتج بير ديفيجن ساعتها، عشان بس ساعتها العب في الباك بتاعت الفولتج بير ديفيجن براحتي ساعتها، فما تعملش اي مشاكل. لكن لو خدتها قبل كده ممكن تحصل ساعتها مشاكل بقى، انت تقعد تلعب بقى في الفولتج بير ديفيجن ساعتها، فالاحسن تاخد دايما العينه بتاعتك من بعد اخر لعب فيها وادخلها ساعتها انبوت في التريجر سيركت بتاعتي، بحيث بقى انت عارف انك انت مثلا لو الويف بتاعتك مثلا شكلها كده وعايز مثلا تطلع منها بحاجه زي بالس مثلا بالشكل ده. كنا خدنا مع دكتور وجدي انيس الترم الاول في الالكترونكس مثلا ان احنا ممكن نعمل الكلام ده باستخدام كومباراتور او باستخدام دايره الشميت تريجر سيركت برضو. فخلي بالك بقى انك انت عندك بقى برضو كذا طريقه انك انت تاخد الويف دي ساعتها وتطلع منها تريجر بالشكل ده، يعني ساعتها الانترنال ده بيكون خاص بالايه، خاص بالانبوت سيجنال ساعتها. السورس بتاعي هو الانبوت سيجنال. طيب في بقى مصدر تاني ساعتها، وده بقى مستكانيس اصلا ومظبط الدنيا بعيدا عن اي حاجه. اول مذهب ليا ساعتها ان انا اخد السيجنال ساعتها اللي اتعملها امبليفيكيشن وادخلها في تريجر سيركت ساعتها مستوى تصميمي ساعتها عشان تطلع لي بالس ويف، والكلام ده كنا عملناه مع دكتور وجدي الترم الاول في الكورس يعني بتاع الالكترونكس وكده. مثلا لو انت عارف ان عندك مثلا ويف بالشكل ده، فانت مثلا اضعف الايمان تستخدم مثلا كومباراتور ساعتها بيعمل لك ساعتها ليفل معين، فمثلا يطلع لك منها مثلا ويف بالشكل ده، او حاجه تانية ديفلوب دكتور هي بتاعه الشميت برضو كنا خدناها مع دكتور وجدي. يعني ممكن ساعتها افكر في
المصدر الداخلي ده ساعتها كأنه حاجة بسيطة جدا جدا، أضعف الإيمان كأنها ساعتها شميت تريجر سيركت يعني. ممكن ساعتها بقى ترجع بقى الفيديو دكتور وجدي بتاع شميت يعني، واحنا كنا انت يعني عايز تعرف هو كان شغال ازاي شميت يعني. يبقى ساعتها اشهر اكزامبل للانترنال يعني تريجر سيركت هي الشميت تريجر سيركت يعني. طيب تاني بقى مذهب يقول لك لا انا هشتغل مني للكهرباء بتاعت الفيشه على طول. يعني ساعتها يقول لك بقى لا انا دلوقتي التريجر بتاعي ده غلبان وحلو زي الفل، ساعتها عارف اصلا ان انا مشغل الاوسيلوسكوب كله اصلا على فيشه اللي هي اصلا مبوراي برضه الالكترون جان وكده، برضه بالمره ساعتها اقوم ايه مشغل بيها التريجر سيركت ساعتها. يعني كأن ايه هي جالي ساعتها من الفيشه بتاعتي بالشكل ده، الفيشه اللي مقومه الدايره كلها بتاعت الاوسيلوسكوب ساعتها برضه تقوم لي ساعتها التريجر سيركت بتاعتي. يعني دي ساعتها بتكون خارجه لي ساعتها، او دي ساعتها بتكون ايه السورس بتاعها الاي سي مينز بتاعتي، لو ساعتها ممكن تعتبر كأنها الفيشه يعني، الفيشه انجاز التعبير يعني بالبلدي كده، اللي ساعتها الكهرباء اللي بتقوم اصلا الاوسيلوسكوب كله. تالت بقى مذهب انك تعمل اصلا دايره خارجيه وخلاص. دي بقى ساعتها بقى شغاله ازاي بقى مع نفسها بقى ساعتها، دايره كده خارجيه بقى مع نفسها، تكون مثلا ليها مثلا فولتج لوحدها مثلا اي حاجه زي كده، دايره خارجيه بقى وخلاص. لو ممكن تقول بقى اختيار تالت بقى كده بقى ايه، لو واحد مثلا غيرت عايز مثلا يعمل لك اي حاجه تانية غير الاثنين الاولين دول، ودي ساعتها من external source يعني حماده هلال في نفسها قوي، فعشان كده ما كتبناش يعني description، عشان اي description يعني هيكون حاجات بديهيه جدا وممكن تفطر الناس لو اتفرجت على الفيديو ده يعني هي صايمه. طيب حلو جدا، ولكن الحاله المنتشره اكتر ان ساعتها يقول لك لا انا اخلي حاجه ان اخلي يعني الاوسيلوسكوب ده شغال ساعتها ب internal trigger circuit ساعتها، فكان حاجه بالشكل. طيب كان الدياجرام بتاعنا شبه اكتمل، ولكن فاضل كانت تركيبه بسيطه، ودي يعني هبله جدا جدا، ودي يعني ممكن ايه يتخيلها طالب في ابتدائي حرفيا. تخيل كده ان في حاجه بالشكل مثلا ده، وانت شدتها فوق، وبعد ما شدتها فوق بثانيه مثلا شدتها يمين، هتلاقي انت كده الحركه بتاعتك عامله ايه بقى. بص كده على الدايره الصفراء بتاعت الماوس دي كده كده، يعني ساعتها كانه ايه ماشي لك كده كده، يعني كان ساعتها شاك على ستيبس. لكن تخيل ان واحد ايه بقى قال لك ان هو يشد لك البتاع دي فوق وعلى اليمين في نفس الوقت، هتلاقي الحركه بتاعتك بقت عامله زي ايه بقى. بص كده على الدايره بتاعت الماوس بقت حاجه بالشكل ده سنده. فانت لازم عشان فعلا تظبط برضو الاوسيلوسكوب بتاعك لازم تخلي الحركة الافقية والرأسية متزامنين مع بعض او synchronized مع بعض. وخلي بالك ان الكونسبت اصلا بتاع السينكرونايزيشن ده مهم جدا جدا، لازم تخلي حركات متزامنة ساعتها في الاوسيلوسكوب ساعتها عشان فعلا يعمل لك الشكل الجميل ده. هل عمرك شفت ساعتها ان هو بيعمل لك حاجة مثلا كده وبعد كده مثلا كده وبعد كده كده مثلا كده كده؟ لا، ما انت ما شفتش الكلام ده الحمد لله، الا اصلا لو ويف فعلا شكلها كده مثلا. لكن هل مثلا دخلت الساين ويف اصلا وفعلا عمل لك كده مره فوق ومره يمين مره فوق ومره يمين؟ لا، تحس حركه سموث يعني بالشكل ده. يعني ساعتها فوت بقى ان انا فعلا ايه اظبط السينكرونايزيشن، ولكن في مشكله الفولتج اللي بتخش على الفيرتيكال امبليفاير سباقه عن الفولتج اللي بتخش لك ساعتها على الهوريزونتال امبليفاير. ليه؟ لان الفيرتيكال على فكره كده على طول منه على البليتس، لكن الهوريزونتال ساعتها ده لسه ياخد حته من الفيرتيكال ساعتها، وبعد كده بقى هيخش على تريجر سيركت، وبعد كده يخش على التايم جنريتور، وبعد كده يخش على امبليفاير تاني ساعتها. يعني كأن في رحله طويله، واكيد طبعا كل دايما دول ليها ديلي معين، وكنا خدنا بقى الديليز دي سببها ايه مع الدكتور ايمن وهو في اللوجيك السنه اللي فاتت او الترم اللي فات معلش يعني. فبالتالي انا عايز ايه اطمن بقى ايه ساعتها، ان اخلي الامبليفاير ده يتأخر شوية على بال فعلا ما الامبليفاير التاني يظبط معاه في الوقت. زي بالظبط ايه، انت مثلا لو صاحبك مثلا خارجين في خروجة معينة، انت لو فرضا جدلا مثلا سرعت عنه فصاحبك ده ساعتها بقى وراك، انت وصاحبك عايز ساعتها ان انتوا الاتنين تكونوا ماشيين مع بعض، فانت مثلا وانت ماشي هنا هتقف شوية لحد ما صاحبك ساعتها يوصل لك، وبعد كده انتوا الاتنين ساعتها تمشوا مع بعض. يعني ساعتها اللي سابق هو اللي يقف شوية
يتعمله ديلي شويه لحد ما المتاخر فعلا يجيبه. فبالتالي انا محتاج حاجه فعلا تعمل لي ديلي، فبعمل ساعات دايره كده معينه بحطها بالشكل ده خاصه بالديلي بس، يعني حاجه بالشكل ده بس. وكده الحمد لله خلصنا الديزاين بتاع الاوسيلوسكوب يعني بشكل بسيط. وطبعا متنساش اصلا انك انت محتاج الكلام ده كله يكون ساعتها ايه شغال على باور سورس معين ساعتها، فانت ساعتها محتاج انك انت يكون عندك كده بلوك ساعتها فعلا كده، هو المسؤول عن الموجب والسالب بتاع الباور سبلاي بتاعك. انت اصلا اول حاجه بتعملها لما تخش المعمل انك انت اصلا بتعمل ايه، انك انت بسلامتك كده بتحط الفيشه في الحيطه ساعتها، في البريزه بتاعت الكهرباء ساعتها، عشان فعلا تقوم الدايره بتاعتك كلها اصلا، حتى تقوم الاوسيلوسكوب بتاعك حتى اصلا هو ديجيتال يعني. لكن الديجيتال بيكون ليه اسلوب تاني في التعامل، احنا اصلا كده شغالين على انالوج اصلا الاوسيلوسكوب بتاعنا اللي هو اللي كان بتاع معمل فيزياء اولى كهرباء برضه، وحتى اصلا معمل ساند في اتصالات يعني كانت نص اجهزته انالوج ونص تاني كان ديجيتال يعني. الديجيتال يعني في حاجات تانية كده مالناش دعوة بيها عشان اصلا ده بره السكوب بتاعنا. ممكن ان شاء الله بقى كده لما الناس تخش بقى اتصالات تبقى تعرف بقى التركيب ده في مادة الميجرمنتس يعني، مع الدكتور خالد شرف ان شاء الله ودكتور محمد الدسوقي يعني السنة الجاية مادة مبتدأ الترمين يعني يخشوا اتصالات لحد ما الناس تزهق يعني من الميجرمنتس اصلا. ده ببساطة السكيماتيك العام from scratch زي ما بيقولوا، ومسكنا القصة من أولها، وفعلا الحمد لله الـ elements تكاملت بالشكل ده. دلوقتي احنا عايزين بقى نعمل ايه؟ ان احنا نريفيو الكلام ده من كتاب الكلية ساعتها بعد فعلا ما فهمنا التركيبة العامة. أهم حاجة هي الخطوة دي اللي جاي بعد كده طبعا مراجعة أصلا، وعشان فعلا نسوليديفاي الكلام ده ونصلبه ساعتها بكلام فعلا مكتوب في كتاب الكلية وفعلا مصطلحات انجلش مظبوطة والكلام ده. ولكن الكلام اللي فات ده كله يعتبر هو الاساس، واصلا ده هتسيل فيه في الشفوي. الدكتور هيقول لك مثلا كلام ان دي بتعمل ايه، طب مثلا دي بتعمل ايه، دي مثلا بتعمل ايه. ولكن برضه عشان اظبط المصطلحات والكلام ده كله لازم نشوف الكلام اللي موجود في كتاب الكليه. زي ما المفروض ان ده البلوك العام الخاص بالسي ار او يعني، ده اسم تاني للاوسيلوسكوب يعني، بيقول لك ان هو كاثود راي اوسيلوسكوب يعني اسم تاني من اسمائه. طيب المفروض بقى ساعتها انه بيكون عندي اصلا القالب بتاع الاوسيلوسكوب كله، بيبقى اسمه ساعتها كاثود راي توب، او ساعتها حاجه كده زي ايه، زي التلفزيونات القديمه لو ساعتها كانك ايه كده عندك حاجه زي انبوبه فجاه بتكبر كده في شاشه معينه. دوفو ساعتها بيكون فيه الكترون جان كده ساعتها، هو بيطلع لك الجان بتاعك ساعتها عشان يخبطك في السكرين بتاعتك فيعمل لك ساعتها وميض كده انت بتشوفه. وبعد كده المفروض ان عندي بقى ايه ساعتها، عندي الامبير ساعتها اللي هو المفروض الافقي الرأسي بتاعي، معلش ده ساعتها عشان الانبوت سيجنالز اصلا ممكن تكون ساعتها مش قويه قوي عشان دي ساعتها ديفليكشن مظبوط على الشاشه، فساعتها لازم ان انا فعلا اظبط الديفليكشن بتاع ساعتها. فانا بعمل امبليفاي ليا ساعتها عشان فعلا حتى ايه بدل مثلا كانت الويف بتاعتي حاجه قصيره كده، لا انا عايز مثلا اطولها اخليها حاجه كده عشان اقدر اعمل عليها ايه عمليات فعلا واقدر اقيسها والكلام ده كله. بس يعني احنا مش عايزين اكتر من كده يعني. طب نفرض جدلا ان واحد بقى قال لك انا عايز اعمل عكس، انا عايز ان اصغرها تاني بقى ساعتها، يعني عايز مثلا بعد ما كانت الويف كده مثلا اصغرها اللي هو بقى العكس بقى اللي هو ساعتها انت اصلا بتكون الويف اصلا داخلك كبيره فانت عايز تصغرها، فعايز بقى حاجه بتضعف الفولتج، فساعتها هتحتاج اتنيويتور ساعتها. فتلاقي ساعتها ان ممكن الامبليفاير ده ساعتها عن طريق كونفيجريشن كده معين في الديزاين تقلبه اتنيويتور عشان بقى ساعتها ايه يقوم بقى مصغر لك الفولتج. طيب نيجي بقى ساعتها بقى للنص التحتاني ده، التريجر سيركت اصلا دي مهمتها في الحاله اللي بتديك فعلا البالس ويف اللي ساعتها فعلا بتقوم لك الدايره اللي بعدها فعلا اللي ساعتها بتديك السو توث ويف. طيب التريجر سيركت برضو بيكون ليها حاجه مهمه جدا جدا او حاجه او اهميه كبيره جدا جدا في السنكرونايزيشن او في التزامن. ازاي؟ نشوف دلوقتي. انت هدفك انك انت فعلا تخلي ايه اللي يحصل، تخلي فعلا ان الحركه الافقيه والراسيه يكونوا ساعتها في نفس الوقت. فانت قلت خلاص يعمل حاجه، انا ممكن اعمل حوار الديلي لاين، ولكن في نيزك تاني برضو. ايه النيزك ده؟ مش اصلا انت ممكن تدخل على على اصلا الدايره بتاعتك ويفز مختلفه الاشكال والانواع، يعني اصلا انت عارف الانبوت ده ما بيكونش محدد بحاجه، ممكن تدخل مره ساين مثلا، تدخل مره سكوير ويف، اصلا مره تدخل كده ويف نويز اصلا كده من الديب ويب كده، مره تدخل حتى عفريت، بس طبعا عفريت هيكون كهربي عشان ساعتها يديك فولتج، يعني ممكن تدخل اي حاجه. فانت عايز ساعتها تقول لا يا عم الحاج انت هتزعجني، انا عايز ساعتها ان التريجر سيركت دي دايما تديني كده حاجه ثابته اللي هو ساعتها بالس جميله كده كيوت الله، وساعتها بقى مساعده بقى بالتايمر ديفيجن وكده ساعتها فضلا فعلا ان ايه دايما ابدا الحركتين مظبوطتين مع بعض.
فكونك انك انت عايز ساعتها فعلا ان الحركتين يظبطوا مع بعض، يبقى انت ساعتها عايز انك انت تخلي في حاجه مشتركه ساعتها تظبط لك الدنيا. فالحاجه المشتركه ساعتها دي هتكون عباره عن ايه؟ تريجر سيركت ساعتها، هي برضو دي بتعمل لك ايه ساعتها؟ بتديك بالس ويف يقوم لك التايم ده، في نفس يقومك الجينيتور ده، وفي نفس الوقت ودي اهم حاجه تخلي لك الانبوت سيجنال اصلا ملهاش دعوه كشكل بان هي ساعات تخرب لك السينكرونايزيشن اللي ما بين الحركه الافقيه والراسيه. يعني الدكتور مش عايزك غير الكلمتين دول بس، ان هي ساعتها بتساعدك في السينكرونايزيشن ساعتها عشان فعلا تخلي الديفلكشن بتاع الحركه الافقيه بيساوي الراسيه ساعتها، والويف دي والبساطه السيركت دي بتحول لك الانكومينج سيجنال يعني لتريجرنج بالسز اللي اصلا فعلا بيعملوا السينكرونايزيشن والكلام ده زي ما كنا لسه حكينا من شويه. وخلي بالك ان التريجر اصلا ليه انواع، النوع المسؤول ده بتاع الانترنال تريجر اصلا، في انواع زي اللاين وزي الاكسترنال. تخلي بالك برضو انك انت تخلي اجابه كامله تقول له يا دكتور المفروض ساعتها ان هي بتديني تريجرنج بالسز في ثلاث مذاهب، لو internal ساعتها زي الشميت تريجر ساعتها بتديني من الكامينج سيجنال على طول، ممكن تكون لاين، ممكن تكون اصلا external كده جاي من كوكب زحل ولا من مجره ماجلان الكبرى اي حته بقى، ان شاء الله حتى تكون جايه لك من عالم الجن او من الاردين السبع حتى، يعني تجي لك من اي حته مش مشكله. بتلاقي هو ان الكتاب بتاعك كده اتخابس اهو وقال لك ان المفروض دلوقتي انك انت عشان تظبط التريجر سيركت دلوقتي انت عندك ثلاث انواع، يا internal يا لاين يا external. فخلي بالك انك انت ايه تفلي الكتاب برضه. الجزئيه دي كانت موجوده في اخر صفحه تقريبا، فكانت اصلا معظم الناس هتلصقها، وللاسف كان دكتور مايكل سال فيها مخصوص. و باي ذا واي في بعض الدكاتره زي دكتور مايكل بيحب ساعات ان هو يدعبس في كتاب الكليه وهو ساعتها بيسال، فبرضه كتاب الكليه حاجه مقدسه بالنسبه لك، فاللي هو يعتبر احسن من 100 ملزمه اصلا واحسن من الفيديوهات دي كلها اصلا. يعني انت لو اصلا بتعرف تقرا كتاب الكليه صح وفاهم الحاجات اللي فيه اصلا يكفيك اي ما يكفيكش يعني، ده كافي جدا ليك بقى، ممكن ساعتها بقى تكتفي بيه. ولكن برضو هتكون محتاج انك انت تعرف نظام الاسئله بتاع الشفوي بتاع كل سنه بيكون شكله ايه. لكن عملت كتاب الكليه اصلا ده طبعه السنه دي المرفوع على الدرايف اصلا، ده يعتبر كافي جدا جدا اصلا عشان ده اللي كنت بتاخده عشان تعمل التجربه يا حبيبي في المعمل بايدك وتوصل توصل بايدك. يعني الجينيتور اصلا ده ساعتها بيعمل لك السو توث ويف بتاعتك اللي اصلا بتعمل لك ديفليكشن في الهوريزونتال سيكشن يعني. وخلي بالك ان اهم حاجه ان هي فعلا تعمل لك الكلام ده كله عن طريق ساعتها معدل ثابت constant time dependent rate عشان فعلا ساعتها ان هي ايه تظبط لك التايمينج صح او تعالج ساعتها التايم صح. فعشان كده بتلاقي ان لازم الاوتبوت بتاع الجينيريتور ده يكون حاجه بالشكل ده يطلع كده، وده بيسموه التريس تايم او وقت التتبع، يعني كان ساعتها الوقت فعلا اللي المفروض البيم بيتتبع الفولتج ساعتها مثلا فيوصل ويجيب لحد اخر السكرين. اما بقى في الوقت التاني ده بيسموه الفلاي باك تايم اللي هو ساعتها وقت الطيران المعاكس، كان ساعتها بيعمل فلاي باك او ساعتها بيطير للصفر يعني، وقال فلاي باك عشان الوقت بيكون سريع جدا فكانه بيطير. انت بتعبر عن الطيران في اللغه ان حاجه فعلا بتتحرك بسرعه، ده طاير يعني ساعتها كانه فعلا بيتحرك بسرعه وفعلا ده حقيقي. انت اصلا فعلا الديزاين بتاعك لازم تضمن ساعتها ان يجيب لك اول الشاشه في وقت بسرعه جدا. وساعات بيسموه الريتريس تايم او وقت اعاده التتبع بقى ساعتها، يعني ساعتها بقى يجيب لك اخره ايه، ساعتها يجيب ورا كده بقى وساعتها بيرجع كده بخفاي حنين لحد بدايه الدايره بتاعتك. اسماء مختلفه بس تكون حلوه عشان لو الدكتور سالك عن اسم يعني ما تكونش ايه خايف. الفلاي باك ونفس الريتريس يعني، وفهمنا وفعلا فهمنا ليه الاسمين اصلا دول فعلا بيعبروا عن الوقت بتاع النزول ده، بحيث ساعتها ان البيريود الكامله بتساوي لك التريسنج تايم زائد الفلاي باك تايم، وساعتها فعلا ده اللي بيحرك لك السبوت يعني بالشكل ده على السكرين. ولك هو لازم تخلي الفولتج خارجه فعلا من الجينيتور ده تزيد زياده لينير مع التايم اصلا، وشرحنا فعلا ليه عشان ساعتها فعلا البيم بتاعك يمشي برضه حركه لينير ساعتها، فعلا يكون في عندك حاجه منتظمه، فبرضه خلي بالك كويس جدا من الكلام ده كله. طيب ايه تاني بقى؟ قالك بقى دلوقتي ان السويب جينيريتور اصلا ده اللي هو نفس اللي هو يعني التايم بيس جينيريتور ده اصلا شغال بكذا مود يعني في الاوسيلوسكوب بتاعك. المودز اصلا دي بتكون موجوده فين بقى؟ في السيستم بتاعك اصلا والباكات اللي بتقعد تلعب فيها بقى والاوبشنز بتقعد تلعب فيها مع اصحابك بقى في التجارب بتاعتك او سبع تجارب انت قعدت تقعد فيهم تعمل فيهم يعني طول السنه يعني او طول الترمين دول. وهو برضو بيقول لك ان لازم السويب جينيتور برضو اول حاجه فعلا حركته لينير ساعتها، وتاني حاجه ودي مهمه ان لازم برضو يكون السويب في اتجاه واحد يعني ساعتها
اول ما يوصلك لاخر الشاشه ساعتها فجاه كده يجيب اولها، لكن ساعتها ما يقعدش بقى يتمرقع مره يمين ومش عارف مره شمال مثلا، لا انت عايز اول ما فعلا ما يجيب لك اخر السكرين كده على طول في وقت كده صغير جدا جدا، اللي هو ساعتها بيكون وقت صغير جدا جدا اسمه فلاي باك تايم، يجيب لك اول الشاشه ساعتها بقى ما يقعدش بقى كل شويه بقى ايه يمشي يمين وشمال ويتمرقع وكده. فخلي بالك برضو ان حتى السو توث ويف بتاعتك دي مش اللي هي ايه، مش اللي هي ممكن نقول ساعتها ان هي متماثله، لا انت عندك الضلع ده غير الضلع ده ساعتها، عشان تضمن فعلتنا ان ساعتها فعلا التايم ده غير التايم ده ساعتها، والحلقه ايديال انك انت على قد ما تقدر فعلا تخلي ان الويف بتاعتك كانها بتنزل فجاه كده فعلا للصفر، لكن طبعا ده الكلام ده بيكون مستحيل، فانت بتخلي الفلاي باك تايم اصغر ما يكون، وان كان طبعا يعني حلمك ومناك ساعتها انك انت تخليه فعلا هو الصفر، يعني ده ممكن يقول هو الامل المنشود بعيد المنال كده، حاجه الوسيف كده انت بتحلم بيها بالليل وبتصحى بقى عندك بؤس ساعتها بقى وبتشرب نقايه حنظل عشان ما خدتهاش وانت ضيعتها يعني بغبائك وبغباء اهلك. طيب المفروض بقى ان اخر حاجه خالص هو الشكل بتاع السي ار او اصلا. مبدئيا كده عايز تشوف فعلا الشكل بتاع السي ار او يعني فعلا حقيقي وفعلا بقى راجل كده بيحط لك ويف يقعد يلعب لك فيها بقى وكده، في فيديو كده حلو تحت في الديسكريبشن يعني كان عامل كده راجل على وضعه ممكن تتفرج عليه، فيديو 10 دقايق كده بيلعب لك بقى في الاوسيلوسكوب من اوله لاخره يعني. احنا كنا عايزين نصور الاوسيلوسكوب وكده لكن كانت حصلت مشاكل تبع معامل الاتصالات يعني فمقدرش ان احنا نصور الكلام ده. ف انت اصلا حتى مش محتاج الفيديو ده في حاجه لان كده كده اصلا انت كنت بتعمل تجربه مع نفسك في المعمل. ولكن لو فرضا جدلا انت انك انت كنت من ضمن الناس كده اللي بتاخد جنب في المعمل وبتفتح الموبايل ساعتها بقى وتقعد كده تتشات مع صحابها اونلاين وتسيب بقيه التيم يعني يتعصر في التجربة، فيستحسن برضه كده تتفرج على الفيديو اللي تحت ده عشان فعلا تعرف هي كل نوب من دول بتعمل ايه، وعشان برضه الدكتور لو قالك كده تعمل اي حاجة على السي ار او يعني ما تقعدش كده ايه محتار. يعني انت واثق من نفسك واشتغلت على السي ار او ما تشوفش الكلام اللي جاي ده، لكن يستحسن برضه تشوفه لو انت بقالك كتير ما قعدتش على السي ار او اصلا، او لو انت من النوعية اللي كانت اصلا بتسيب السي ار او وبتسيب التجربة كلها وتسيب باقي التيم يشتغل. فنأمل يعني الناس تفتح ان شاء الله الفيديو. اول حاجه لازم يكون في زرار الاون اوف، يعني ما بديهيات اي حاجه لازم يكون لها مفتاح بيقفلها وبيفتحها. تاني حاجه بتاع الانتنسيتي، انت عايز تخلي ان الاضاءه بتاعه الالكترونز بتاعتك يا اما تكون كبيره يا اما تكون صغيره ساعتها، او بطريقه اخرى الاضاءه بتاعه الضوء اللي بيطلع على السكرينه نتيجه ساعتها الالكترونز اللي خبطت فيه ساعتها عملت الكلام ده كله عايزه تكون عاليه. تاني حاجه ودي مهمه جدا جدا، انك انت محتاج تظبط شدة الإضاءة بتاعة الضوء اللي خارج ساعتها، ده كده تزود عدد الإلكترونز أصلا اللي بتقع لك على الشاشة بتاعتك، عدد إلكترونز بيقع أكتر يبقى ساعتها عدد فوتونز بيطلع أكتر من السكرين ساعتها في شدة إضاءة أكتر. ولكن برضو خلي بالك إنك أنت ما تخليش ساعتها شدة الإضاءة عالية لفترة طويلة عشان ممكن ساعتها تحرق الشاشة بتاعة الفوسفور يعني. ولكن برضه ساعات ان هم ايه عشان عارفين ان في طلبه كده هباده كتير جدا، وانا واحد منهم الصراحه بحب اهبد في المعمل جدا، فبيبقى في برضه حاجه كده زي بريكوشنز اصلا في الديزاين بتاع السي ار او ده عشان فعلا ايه ما يجيش حد يحرقه. يعني انت لو سبت شده الاضاءه دي كبيره لفتره معينه مثلا مش هيحرقها، لكن مثلا واحد بقى مجنون كده قال لك هسيبها مثلا 5 ساعات ممكن فعلا يحرق لك السبوت اللي موجوده في الفوسفور سكرين دي. الفوكس بقى زي ما قلنا في اول الفيديو انك انت عايز مثلا ان بدل ما النقطه بتاعتك كده مثلا عايز تصغر النقطه، يعني مثلا تخليها حاجه بالشكل ده او حاجه مثلا بالشكل ده. فوكس يعني كده بايه بتزود بتعمل فوكس يعني او بتعمل ساعتها فوكس وخلاص انت عارف اصلا يعني ايه فوكس اصلا. انت عايز تظبط طيب الوي الفولتج سكيل ساعتها، يعني مثلا لو ويف بتاعتك مثلا كده عايز مثلا تمثلها تبقى حاجه بالشكل ده او مثلا حاجه بالشكل ده، تظبط يعني المحور بتاع الفولتج. انت عارف ان هي جوه بتتظبط ازاي عن طريق الفيرتيكال امبليفاير بتاعك وعن طريق بقى ساعتها حاجات تانية، لكن بقى اصلا الكلام انت عايز اصلا انت فعلا تعمله بايدك بره الجهاز وفعلا كده. طب عشان تخلي الويف بتاعتك مثلا بدل ما هي كده تكبرها يعني تزود الفولتج بالديفيجن ساعتها تقللها، احنا قلنا ساعتها ان الميكانيزم بتاعتها عن طريق فولتج عن طريق امبليفاير معين. طب اشتغل بره ازاي على الكلام ده؟ من كده تقعد كده تلعب في نوبايه خاصه بيها، شوف لها برضو الفيديو اللي تحت لو انت عايز تعرف الكلام ده شغال ازاي يعني عمليا فعلا. واحد كده بيقعد يلعب لك في الاوسيلوسكوب كده قدامك، واحد قالك انا عايز مثلا اعمل انفرت للويف يعني مثلا اقلبها 180 درجه مثلا، يعني حاجه تبقى بدل ما هي كده تبقى مثلا كانها كده، فبرضو في حاجه اسمها انفرت برضو موجوده حلوه. عايز اظبط البوزيشن ساعتها، يعني مثلا قالك انا عايز النقطه بتاعتي مثلا بدل ما تكون هي مثلا اخليها يمين او شمال، يعني ساعتها تقعد حركه بقى يمين وشمال. طب دلوقتي مثلا انت عايز
انت عايز مثلا تلعب في الاي سي والدي سي ازاي؟ يعني مثلا ساعات في بعض الحالات كده برضو كنا ساعات بنتعامل بيها برضو كتير في المعمل، ان مثلا تطلع لك الويف بتاعتك حاجه بالشكل ده، بس كان صغر الخط شويه عشان ما تحصلش مشاكل ونياسك يعني قاتلها الله. مثلا طلعت لك ويف بالشكل مثلا ده، اي سي راكبه مثلا على دي سي، انت عايز تشوف الاي سي لوحدها ساعتها لو تقعد بقى تفحصها، يعني عايز تخليها منزوعه الدي سي، يعني عايز تخليها مثلا بدل ما هي كده لا يا عم الحاج، عايز مثلا اخليها كده. فساعتها بتعمل اي سي كابلنج ساعتها، فايه ساعتها بيعمل لك بقى بلوك للدي سي كومبوننت. ازاي بقى بيعمل بلوك للدي سي كومبوننت؟ اضعف حاجه ان يحط لك ساعتها كاباستور كده زي الاعرابي في النص كده، فالكاباستور ساعتها هيبلك لك الدي سي، يعني ابسط حاجه ساعتها. طب انت عايز بقى ترجع فعلا الموضوع يكون اي سي ودي سي مع بعض، ساعتها عندك اوبشن اسمه دي سي ساعتها بقى، عشان ترجع ساعتها الويف بتاعتك راكبه على دي سي اوفست. طب انت اصلا عايز تصفر العداد كله اصلا، عندك حاجه برضه اسمها جراوند، ولكن برضه تلاقي اشهر حاجه هي الاي سي اصلا ده، فعلا حتى انت في معاك كنت تستعمله كتير جدا، عشان تلاقي ساعتها انك انت عندك اوفست مثلا وعايز تشيل الاوفست ده عشان فعلا تحسب الفولتج صح. اشهر ابلكيشن يعني انك انت مثلا عايز تحسب الفولتج مثلا بتاعت البيك تو بيك، يعني دلوقتي مثلا لو انت عندك ويف بالشكل ده وعايز تحسب مثلا من البيك دي للبيك دي، فبدل ما تقعد تتحول الكلام ده كله خلاص يا عم الحاج، بتخليها كأنها متسنطرة حوالين الصفر على طول ساعتها، وتعد ساعتها كام مربع فوق وكام مربع تحت ساعتها وخلاص، يعني يكون حتى أسهل في العد. فده أحد الأبليكيشنز يعني بتاعت اي سي كابلنج، حاجات حلوة جدا يعني بتوفر لك الهبد والكلام ده كله والأكيورسي. يعني الواحد افتقد معمل اتصالات يعني لما كان بيعمل فيه تجارب، والله معمل كان حلو كده، مع إننا كنا بنخرب الأجهزة اللي فيه والمعيدين كانوا يعني يلا مش مشكلة. عندك بقى الهوريزونتال سيكشن ده الخاص بالتايم بقى، ممكن تتحكم في البوزيشن برضو انك انت تتحرك ساعتها ال طب بقى دلوقتي انت عايز مثلا تحرك الويب مثلا بتاعتك تخليها مثلا تتحرك فوق وتحت، يعني مثلا دلوقتي حبة فوق حبة تحت، فساعتها عندك برضو بوزيشن خاصة بالحركة الأفقية والرأسية. طب دلوقتي عندك حاجه اسمها كابلنج ودي مفيده جدا. دلوقتي انت عارف انك انت ساعات كتيره جدا بتطلع بويف مثلا عباره عن اي سي راكبه على دي سي، يعني اكيد طبعا في المعمل طلعت لك مثلا حاجه بالشكل ده باي بقى طريقه من الطرق بقى في اي تجربه من التجارب يعني للسته دول، حاجه مثلا بالشكل ده دي اي سي راكبه على دي سي اوفست. طب دلوقتي ساعات في بعض الابلكيشنز انا عايز ان انا العب على الويف دي كاي سي بس، اشهر حاجه مثلا واحد قال لك انا عايز احسب الفي بيك تو بيك، يعني عايز احسب الفولتج اللي من هنا مثلا لحد هنا، فقالك دلوقتي تخيل انك انت سنترت الويف بتاعتك، هتلاقي ساعتها انك انت عشان تحسبها الموضوع اسهل، يعني هتلاقي مثلا الويف بتاعتك بقت ايه حاجه بالشكل ده، فتشوف كام مربع فوق ساعتها وضربه ساعتها في اتنين بقى بعد ما تسنتر الشكل بتاعك، فحد ده كان ساعتها اسهل في موضوع الحسابات والكلام ده كله. فساعتها انت بتحب انك انت تنزع الدي سي بتاعك، فعندك حاجه اسمها الاي سي كابلنج، انك انت ساعتها بتعمل ايه بقى، انك انت ساعتها بتدلك الدي سي كومبوننت بتاعك فتلعب بس الاي سي. اعمل الكلام ده ازاي؟ اضعف الايمان ان ساعتها ان انا لما ادوس على الزرار ده ساعتها في كاباستور كده اعرابي بيخش في النص ساعتها بيبلك الدي سي، ده اضعف الايمان اللي هي حاجه يعني تعتبر ليفل الايه ليفل زيرو اصلا، يعني ابسط حاجه يعني لما امك تعمل اي سي كابلنج في البيت، يعني دي ابسط حاجه. او ممكن مثلا ترجع الاي سي راكب على الدي سي عادي جدا، او ممكن اصلا تصفر الفولتج كلها اصلا فتوصلها على جراوند كده على طول، يعني دي كابلنج حلوه وجميله وكيوت ساعتها اي سي ودي سي وجراوند. طب الهوريزونتال سيكشن بقى لو ساعتها بقى التايم نفس الكلام ده، ممكن ساعتها بقى تتحكم في الايه بقى في التايم بتاعك، عشان ساعتها تشوف عدد السايكلز اللي تطلع لك مثلا حاجه كده ولا حاجه كده ولا حاجه كده، يعني ساعتها بقى تلعب في التايم اصلا بتاع السو توث ويف ساعتها، بحيث تخلي السو توث ويف ليها تايم مثلا مختلف على التايم بتاع الانبوت ويف مثلا، عشان تزود عدد السايكلز اللي ترسمها في الدايره. يعني انت اصلا عارف كده بتقعد تلعب في النوب ده اصلا ممكن تخلي الويف بتاعتك كانها حاجه بالشكل ده، او مثلا كانها حاجه مثلا بالشكل ده، فساعتها انت لما بتقعد تلعب اصلا في التايم بتاع الجنريتور اصلا الوقت بتاع السو توث كلها اصلا بتلعب اصلا في عدد السايكلز اصلا ممكن تمثلها في الدايره بتاعتك، وبرده ممكن تحرك الويف بتاعتك يمين او شمال عن طريق برده بوزيشن بالشكل ده. بس يعني دي القصة كلها. لكن برضو آخر حاجة برضو عشان يعني نخلي ذمتنا من ربنا سبحانه وتعالى، انت لازم تخلي بالك ان في حاجة اسمها السويب فريكوينسي والسيجنال فريكوينسي. السويب فريكوينسي هو ببساطة الفريكوينسي بتاع السو توث ويف بتاعتك، يعني الفريكوينسي بتاع السويب بيساوي لك
واحد مقسومة على ال tracing time زائد ال flyback time، يعني هو التايم اللي تحت ده كله من هنا لحد هنا. خلي بالك بقى انك انت ايه بقى، عندك كذا احتمال، ان الفريكوينسي بتاع السويب يساوي لك الفريكوينسي بتاع السيجنال الاصليه،